اليوم عم نصور فوتوشوت نحن بنعملها كل شهر هاي تقريبا, مش ريلوكينج يعني تصوير عادي, مش ل مش كامتين لصيف لشتاء لخريف, هي عبارة عن كل يوم نحن عم نصور مننزل انستغرام, فحبينا نعملها شوي صورة برو, فقلنا منجيب حدا بروفيشنال بيصور ومنعمل ستيب باي ستيب ميك اب, ستيب باي ستيب شعر, ومنخلي العالم تاخد فكرة بالطريقة الصحيحة, لأنه كتير عم تنزل صور العالم عم بفكروا إنه هيدي الصورة خلص حأطلع مثلها, فقلنا منعطيهم فكرة بطريقة مزبوطة تما يغلطوا هني وعم بياخدوا التيبس. أول شيء هيدي الموديل أول ما شفت فيها نظرة تاني وبلشت لها ستيب باي ستيب, حطيت لها الفوندو تان, حطيت لها الكوركشن تبع الوجه, عملنا العيون ميك اب وايلد شوي لبقلة, كان رموش سوفت لان بطل كتير ان الرموش بس في ناس بتحبه, ونيود لبس, وهلا منشوف الشعر كيف اذا حيحبوه يتقبلوه مع كلها على بعض الصورة. هيفا يعني هي نجمة وبتحب تطلع بكل الاوقات different وبكل الاوقات واو, وبتعرف محط انظار لكل العالم, ثقتها فيي لانه الى زمان بتعرفني وبتعرف قد بحبها وبتعرف كيف اي نظره انا بشوفها وباي طريقه بحب طلعها, ولما بتشوف هي هيدا الشيء فيي وكيف مبسوطه كيف انا عم تطلع ما كانت بتعطيني هيدا الثقه تكون اكيد, بس طبعا بتربطني فيها صداقه كتير كبيره, وهي انسانه قبل ما تكون فنانه كتير بحبها ومحبوبه من العالم, وبالنسبه لي هي كمان ستار وانا فان لها. هلا الميك اب بلشنا نفوت على السيف وبلشنا ناخذ افكار جديده, رجعنا للتيم اللي هو الدوري, رجعت الموديت النيود مع انه هيدي الشتويه كانت شوي وايلد اكثر, ولنشوف هلا الدارج البلوسيال يعني اللايت بلو والوان الفواتح البيجات البيج روزي كثير مود السنه. ثانك يو لك محمد, ثانك يو ميوزك نيشن.